طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. سويت ورا صدام، بنيت لكم شغله، سويت لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، راح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين ربك بالمرصاد، اكو وزاره مضبوطه؟ تربيه، جهال، تخلف، مدارس ابتدائيه ومتوسطه حششه، شكو شنو اللي سويتوه صار 16 سنه؟ والله اكو رب اللي ما تغمض عينه. شباب مجوره، شباب ما عنده يطب عليه حمال يقطيني 5000 ارجع لنا روان. فرحانين عندكم دوله؟ دولتي ايش هاي؟ دولتي ايش؟ دوله البطيخ؟ مع قرب نهايه عامها الاول، ما الذي قدمته حكومه عبد المهدي للمواطن العراقي؟ اين مجلس مكافحه الفساد؟ هل سمع احد عن دوره؟ هل القي القبض على الفاسدين؟ مع قرب نهاية عامها الأول، هل قدمت حكومة عبد المهدي الخدمات للعراقيين؟ مع قرب نهاية عامها الأول، هل وجدت حكومة عبد المهدي حلاً لأزمة الدرجات الوظيفية؟ مع قرب نهاية عامها الأول، أين وصل ملف إعادة إعمار المدن المدمرة وعلى رأسها الموصل؟ مع قرب نهاية عامها الأول، لماذا تغض الطرف حكومة عبد المهدي عن قضية المفقودين والمختطفين؟ مع قرب نهاية عامها الأول، كيف تصرفت حكومة عبد المهدي مع قضية النازحين؟ مع قرب نهاية عامها الأول، أين وصلت حكومة عبد المهدي في تحقيقاتها حول القصف على مخازن الميليشيات؟ مع قرب نهاية عامها الأول، كيف وصفت مجموعة الأزمات الدولية اليوم حال حكومة عادل عبد المهدي؟ مع قرب نهاية عامها الأول، يتساءل العراقيون ماذا قدمت حكومة عادل عبد المهدي للمواطن في عامها الأول؟ مع قرب نهاية عامها الأول، كيف تصرفت حكومة عبد المهدي مع الميليشيات التي يسمونها منفلتة؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة هذا اليوم. مجموعة الأزمات الدولية قالت إن الحكومة الحالية في العراق تخضع تماماً للضغوط الإيرانية. مجموعة الأزمات الدولية أوضحت في تقرير لها عن العراق أن مؤسسات الدولة لا سيما منها الأمنية لا تزال هشة، وأن حكومة عبد المهدي ليست باستطاعتها كبح جماح الميليشيات إذا ما قررت شن هجمات مسلحة في العراق. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. خاضعة للضغط الإيراني في أي قرار تتخذه، هكذا هي حكومة عادل عبد المهدي بعيون دولية تراقب ما يجري في العراق عن كثب، فتصف الوضع السياسي فيه بتجرد. ففي أحدث تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية بشأن العراق، ترى فيه أن الحكومة التي تشكلت برئاسة عادل عبد المهدي بعد انتخابات أيار البرلمانية عام 2018 حكومة خاضعة للنفوذ الإيراني عبر وكلائها المنتشرين في بلاد الرافدين، نفوذ جعل مؤسسات الدولة هشة وأنتج قوات حكومية ضعيفة. أما حكومة عبد المهدي فلا سبيل لها في إيقاف ميليشيات الحشد المدعومة من طهران. وبشأن موقف الحكومة من التصعيد الجاري بين واشنطن وطهران، تقول مجموعة الأزمات إن أي تصعيد عسكري ستلجأ له الميليشيات في العراق ستقف أمامه الحكومة مكتوفة الأيدي، رغم أن الحشد يتبع قرارات رئيس الحكومة، لكن على الأرض الأمر مغاير تماما. شمس الحقيقة في العراق التي بيّنت بأن ميليشيا الحشد لها اليد الطولى في صنع القرار السياسي منذ تشكيلها، لا يغطيها غربال التصريحات الحكومية التي تحاول نفي ذلك، إذ تنقل مجموعة الأزمات الدولية تصريحا لأحد أعضاء حزب الدعوة يقول فيه وبوضوح إن فصيل المالكي في الحزب سيختار الجانب الإيراني في حال اندلاع حرب بين أمريكا وإيران،
والحال نفسه بالنسبة لجميع فصائل الحشد التي ستعمل بعيدا عن إمرة الحكومة في بغداد. أما بالنسبة للعراق كدولة فإنه أصبح بالفعل ساحة لحرب الأجانب، تقول مجلة فورين بوليسي الأمريكية، واصفة مصير السيادة التي يزعم السياسيون بأنها ما زالت موجودة. المجلة الأمريكية تضيف في تقرير لها أن حكومة عادل عبد المهدي تجد موضوع الموازنة والوقوف على الحياد بين أمريكا وإيران أمرا صعبا للغاية، الأمر الذي يهدد وجود الحكومة نفسها في حال اندلاع الحرب. إذن مجموعة الأزمات الدولية ترى بأن حكومة عادل عبد المهدي خاضعة تماما للضغوط الإيرانية. اليوم كذلك كشفت مصادر سياسية مطلعة عن وجود اتفاق سياسي يقضي بتعديل وزاري مرتقب في حكومة عادل عبد المهدي، وتحدثت هذه المصادر بأن جهات سياسية كبيرة طلبت من عبد المهدي إجراء تعديل وزاري لكابينته، وهددوا بسحب الثقة واستجوابه في حال رفض ذلك التعديل. وأضافت المصادر بأن التعديلات ستشمل كل من وزارات الكهرباء والصحة والنفط والاتصالات والنقل والمالية، في إشارة يراها مراقبون للشأن العراقي بأنه صراع على مناصب الوزارات بين الكتل السياسية. طبعا عضو اللجنة القانونية النيابية كذلك تحدث اليوم، وهو حسين العقابي، قال بأن الحكومة لن تتمكن من حسم ملف الدرجات الخاصة في شهر تشرين الأول المقبل بسبب ضعفها. وأضاف النائب بأن الصراع السياسي بشأن المناصب من أهم العوائق التي تعترض حسم هذا الملف، وأشار إلى أن الحكومة لم تفلح خلال سنة كاملة في حسم أي شيء من الدرجات الخاصة، وما قدمته لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية، ورجح أن تمدد المهلة المحددة لحسم الملف باتفاق بين الكتل السياسية. النائب جواد الموسوي قال بأن بعض المفتشين العامين يعتزمون استغلال موظفين حكوميين وحثهم على التظاهر لحماية مناصب هؤلاء المفتشين. وأضاف الموسوي بأن عددا من المفتشين العامين الذين عينوا خلافا للقانون أصلا يستغلون مناصبهم ويسعون لاستغلال موارد الدولة في مساندة هذه التظاهرات. وبين بأن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تمسك بعدد كبير من هؤلاء المفتشين رغم ثبوت فسادهم وفشلهم في السنوات العشر الماضية. معنا اتصال أبو شيماء من ديالة، تفضل أبو شيماء. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخوي. هو مو بس عادل عبد المهدي شفق من العراق، وإنما هاي الحكومة صادة جتنا من إيران من 2003 لحد هذا يومك. نعم. كل شيء ما قدمت للشعب العراقي بس مجرد قتل وتكليف وعصابات وميليشيات، هي هاي قدموها للشعب العراقي من 2003 لهذا اليوم. بيناتهم محاصصة، صار بيناتهم مشكال يقع بها الشعب العراقي، صار بيناتهم اتفاق خلاص زين. حتى الموت، الموت ما سمك من أجهم، تعال هسه بعقوبة القبور هاي الموتة مال يعني مال السنة، مقابر ما مقابر جايبيدوها ويسوونها مال مولات بيناتهم للأحزاب واستثمارات، وهاي حتى الموت. نعم. منو بالله الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع تجريف مقبرة الشريف؟ أنت من ديالة أبو شيماء، منو المسؤول؟ يا حزب يا 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 سياسي. المسؤول مسؤول وقف الشيعي ومثلنا التميمي محافظة ديالة، هم دول جاي يستثمرون موالات واستثمارات زين بأراضي السنة زين، كلها استثمروها أخذوها كاملة. ومو بس هاي، أكو قاع كبيرة بتقاطع قدس مال مرة تقريبا بها فوق 100 دونم، مثلنا التميمي محافظة ديالة أخذها وسواها قياعين هسه وجاي يبيعها وأخذ مستنداتها من اللي صابوا. نعم. من العقارات زين أبو شيماء. يعني هو السؤال اللي يطرح، يعني هاي خلصت القياعين والأراضي، إجوا على المقبرة مال الموتى يجرفوها حتى يبنون بها استثماراتهم ومشاريعهم؟ أي والله العظيم هسه مقابر هاي عندنا اللي شفنا بالمقدارية، مقبرة اللي شفنا القوم جاي يسوون عليها من أخذوها أشياء جاي يبنون يأخذوها، وهسه هاي مقبرة الشريف خطير جاي يبنون بها السيارات واللورات جاي يشتغلون.
نعم. وما حد ما يقف قدامهم، ما نواب السنة ما براسهم خير، لا الكروية لا هذا وعلى الدالك جاي طقطق صور النهار كله، كلهم ما براسهم خير، هم الباعونا، هم الباعونا سووا بنا هيك. بس احنا طالب طلب صغير من السعودية، نريد نكون موقفها واضح، هي مملكة السعودية مملكة يعني الإسلام، نقول يعني مسؤول عن الدول العربية، نقول لها نكون موقفها واضح، لا نريد أموال ولا نريد فلوس ولا نريد كل شيء، لأن احنا شعب العراق احنا صح بين خير. زين من كل النواحي احنا نريد موقف بحيث نكون ويانا نكون نطلع زبائن تيران من الشعب العراقي، لان يعني زبائن تيران ما خلت علينا حالنا حال. زين من السجون توصوا بينا اباده سووا بينا النوب قياعين النوب حتى المقبره الموتى هاي حتى يعني ما رب العالمين ماكو رحمه شويه حتى الموتى ما خصت معكم يعني شلون شلون شنو انتو شنو من بشريه انتو من اول سبحانه ما تخافون؟ زين بس نطلب هذا الطلب من الدول العربية كم، ونقول لهم لو صاير بكم هذا الشيء الدول العربية انتو العراقيين ما يخليكم هذا حالكم. زين زين ما يخليكم هذا حالكم، بس شوفوا شعب العراق ايش يصير بيه، بس نريد موقف واحد وياكم ويانا صحيح كافح عندنا. نعم زين أنا أشكرك أبو شيمان من ديالك. أنا معنا اتصال أبو جعفر من مدينة الصدر في بغداد. فضل أبو جعفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحياتي لكم وللإذاعة الشريفة الطاهرة الميمونة الرافدين. أهلا وسهلا لك والأخ المخرج والعاملين في هذه الفضائية الشريفة حبيبي. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك أخي عمر. هذه لعبة من لعبات إسرائيل وأمريكا، هذه شطرنج. نعم. ذهب نور الهادي هدكه الله وأتباعه وجاء بالعبادي اللي هو بائع الكبة، ومع احتراماتي لكل بائع كبة أعني هاي اثنين. الثالثة جاء عادل عبد المهدي حسن ما في لعبة الشطرنج، فهذه ما تعبر لا على السنة ولا على الشيعة، لا عرب ولا أكراد، لا تركمان ولا غير ذلك، ولا شبك ولا طابع ولا نصيح. هذه باقة الوروث الجميلة الذي قد احتواها العراق من ضمن 7000 سنة أو أكثر من ذلك. والله وبالله وتالله لا مخرج من هذه الأزمات الذي يقع فيها الشعب العراقي يا أخي عمار، صدقني قسما بذات الله، والله وبالله وتالله، إلا وأن جميع العراقيين ينفرون كما عندهم انتفار أو نفر إلى ذهابهم سيرا على القدم إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام يوم 40، وهي المليونية. نعم. الذي تصل من 10 إلى 20 أو 15 مليون وإلى ما شابه ذلك. نعم. فصدقني جميعنا نعرض ونذهب إلى ساحة التحرير وفي جميع محافظات العراق كما نص كثير من السياسيين الأشراف وعلى رأسهم السيد مقتدى الصدر حفظه الله ورعاه وجعله علما يربط فوق رؤوسنا وفي ساحة العراق. نعم. العظيمة أبو جعفر، شو تشوف أداء حكومة عادل عبد المهدي؟ يعني نعم. الشهر العاشر تكمل عامها الأول. بل العفو أخي عمر. نعم. هذا سؤال جوهري. عادل عبد المهدي هسه كل الأخوة السياسيين المحللين، وأنا سادة من المتابع للقضايا السياسية على الساحة العراقية حقيقة، كل ما هذا قالوا شهادة الصباح مولانا وفتح الخبراء عجيب يا أخي، يعني شيء ما يشبه شيء، حدث العاقل بما لا يقل فأن صدق لا عقل له. فيا خبراء يا صباح، هو أميرك كل ما تجيب لك حبيبي رئيس وزراء والحاشة مالته مع احتراماتي للرئيس قبة البرلمان ورئيس الكذا ومع احتراماتي ورئيس الدولة حبيبي، ينطونا جزء يقولون له هذا واجبك تعمله في العراق، هذا واجبك غير ذلك ماكو. حبيب الفساد أكلنا المليارات، صدقيني ناس حفاية جل الله السامع مع حرامات للسامع، حفاية كليارديرية تريليونات ضربة تريليونات حبيب، هاي أمريكا وإسرائيل مولانا صدقيني، مخططات يهودية صهيونية بروتوكوليات يهودية صهيونية صدقيني أخ عمر. فإحنا يا عادل عبد المهدي شو نقدم عادل عبد المهدي؟ صدقني هو ضاوع حتى كثير من كان نعم. إذا تحدثنا عن ملتقى. نعم أبو نعم. أبو جعفر إذا نعم. تحدثنا عن ملف نعم. أنت من مدينة الصدر ملف الخدمات يعني لمس الشيء بالخدمات تغير خلال هاي السنة؟ صدقني أكون واثق معك حتى في كثير من التايتل اللي بالتلفزيون أو بالفضائيات أنا أقلبها
18 قطاع من مدينة الصدر سنبلطهم قدم خدمات. يشهد الله ورسوله يا أخي يا عمر. نعم. صدق بالله العلي العظيم وبرسوله الكريم، أنا قاعد أترد السيارة في مدينة الصدر، يشهد الله حتى الصدر مال السيارة طاح من كثر الحفر مال الشوارع وشنوة. ما في زمن صدام حسين رحمة الله على روح أريد أقول لك مولانا قبل من غرغوان الأمريكان وكابل 30 دولة على حكومة البطل صدام حسين رحمه الله. شوف شيش قال، قال يعمر الأخيار ما دمره الأشار، ولكن عكس ما في قاله السيد القائد مقتدى الصدر الله يحفظه، هنا يخرب الأخيار الأشار ما عمره الأخيار. نعم. صدقني ماكو من زمن النظام ليومنا هذا ماكو مولانا، ماكو أي شيء، ماكو أني ماكو مستحيل. نعم. أخ عمر والله والله العلي العظيم مدينة الصدر اللي أنا أقول لك بيها قاعد أبتر فوق 80 قطاع ما شاء الله، تعال شوف الضيم، شوف الشبكات العنكبوتية ما للوائرات ما وائرات التسبيك، تعال شوف النفايات جل الله سامع، صدقني وباء وأمراض أطفالنا. نعم. ونسانا وأحنا كلنا مرضى، وفوق النظام مولانا الدخان، الدخان هذا اللي قاعد يخلون مو قاد يخلون دهن دهن أسود مع شوية قاد، وشوف الدخان تقول عبالك أنا شنو بنص معامل ما طابوك. صدقني أنا من ابن مدينة الصدر قاعد أقول لك من نجا عادل عبد المهدي ومن نجا عادل العبادي ماكو ممثلين مجلس محافظة بغداد من 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 مدينة الصدر ماكو موجود. بس أخي عمر حقيقة من يجي يا حنان يا منان ودق من منين ما شان يجي فقر ابن فقر حشان حتى علي اللي هو اللي طبي سكل لا تستاهل يوم مولانا مونيكات وسيارات مظللة وحماية هايني وهاي كلها. فقلت لك يا حنان يا منان زبن من المشهد منفعة خاصة بمضرة عامة. استقبل الله العلي العظيم مدينة الصدر أفقر أفقر قرية أو قضاء في أفقر دولة، خلينا نقول احترامات لإخواننا السودان أو صومال أو جيبوتي أو ما شابه أو موريتانيا. صدقني هي أفضل من مدينة الصدر في الخدمات 100%. ما عندنا خدمات يا أخي يا عمر. نعم. فإحنا نشكو همنا إلى الله وإلى محمد وعلى محمد، لكن صدقني خلنا نخلي إيد بإيد وخلنا نتكاتف وكافه الظلم وكافه المظلومية. نعم. لأن باكر أنا راح أشوفني يمكن أترجى سيرا إلى على القدم لحرم الإمام الحسين عليه السلام وأصبح لافتة أو علم، خلنا نقول بالمصطلح العرف الاجتماعي علم مولانا بيرغ كاتب عليه هيهات من الدلة يا حبيبان. نعم. يا هيهات من الدلة أنا بنص الدلة عايش الإمام الحسين عليه السلام إنسانية حتى لليهود. نعم. جاء بالإنسانية، جاء بالموعظة، جاء بالنصيحة. فإحنا مجرد نقول والله تبع أهل البيت، تعال أخي عمر تعال شوف مدينة الصدر اللي هت أخي عمر ولو شوي بعد دقيقة من وقتك أخي عمر. نعم. أنا أعتذر منك والله أبو جعفر، يعني عندنا اتصالات. نعم. وأنا أشكرك جدا أبو جعفر من مدينة الصدر في بغداد، معنا اتصال صادق من كربلاء، تفضل صادق. أخي عمر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك، حياكم الله. يا هلا بيك، تحيا ودوم. أخي العزيز أنا من كربلاء. حياك الله. سبق وأن اتصلت بكم أكثر من 3 مرات. نعم تفضل. راح أسولف لك اليوم، أنا كنت بمجلس محافظة كربلاء. نعم. وتحديدا محافظ كربلاء السيد جاسم مصيف الخطابي محافظ كربلاء. نعم. انا عندي طفل، انا قبل فتره ناشدتكم 6 مناشدات. نعم. عندي طفل مصاب بالشلل والنزيف الدماغ بالدماغ. نعم. صار اكثر من تقريبا 2 سنين اراجع محافظه كربلاء، مجلس محافظه كربلاء. نعم. من واحد يذدني على واحد، من جاسم مصيف الخطابي أو علي عبد الخير رئيس مجلس محافظة كربلاء. ألو. نعم أسمعك صادق، ما أريد أقاطعك، وياك. جاسم مصيف الخطابي الميزانية مالته ما يقارب حوالي 20 أو 25 مليار، يحلف لي بالله يقول لي ما عندي صلاحية أنفق 100,000 دينار. يب. أو علي عبد الخير هم كذلك. اليوم أنا بنص مجلس محافظة كربلاء يضحكون علي ويقشمروني ويطردوني، ولا كأنما أنا من أهل كربلاء وحق عليهم وابني مريض بنزف بالدماغ، اضطريت عليهم واحد واحد. نعم. وإضافة للعتبة الشيخ عبد المهدي الكربلائي رحت عليه، ورحت على السيد محمد العرجي بالعتبة العباسية، والله الكريم والله وأنا مسؤول عن كلامي والله العظيم طردوني زين لو لا. وأحسب عالي صوتي والله العظيم طردوني ولا استجابوا لي ولا أي واحد من محافظة كربلاء. ومع العلم قلت لهم اليوم، قلت لهم راح اطلع بالتلفزيون واخابر عليكم. اي يقول لي وين ما تروح روح. فانا من هذا خلال منبرته ومن خلال يقول لك شو تريد تسوي سوي. ها
قال له اشتري سوي سوي. نصا اليوم انا في مجلس محاورة كربلاء السيد محمد الموسوي والسيد علي الميالي في المكتب، ما سيد علي الميالي هو نائب المحافظ، يقول لي وين ما تريد تروح روح. قال له لا بالاسم. والست هناء الحسناوي مسؤولة منظمة حقوق الانسان. زين. والاستاذ عقيل صايق ابو سليمان يقول لي شنو انا دكتور؟ زين ماشي. ماشي يعني حالة انسانية ما يسمحون ابنك يتعالج بالمستشفى بالمجان ببلاش؟ ما راح يستقبله. المستشفيات في كربلاء فقط تابعة بس للعتبة. اي مستشفيات كربلاء تحولت من مستشفيات حكومية الى مستشفيات تابعة للعتبة. مستشفى الكفير تابع للعتبة العباسية، مستشفى الحجة للعتبة العباسية، مستشفى زيد بن علي يسمون باسم اهل البيت بس ما يطبقون واحد من صفات اهل البيت. نعم. زين راجعت احد من ذول الشيوخ او المرجعيه؟ الشيخ عبد المهدي شخصيا، الشيخ عبد المهدي شخصيا اول امبارح انا يمه، اول امبارح انا يم السيد احمد الصافي وطردوني. السيد محمد العرجي طردني قال تفضل اطلع برا شخصيا، خلي يسمعون هاي الكربله، خلي يسمعون العراق. السيد محمد العرجي واجهته في العتبه العباسيه الساعه بالوحده الظهر بعد الصلاه الظهر طردني. نعم. قال له لا، ومع العلم هو سوى جاي من بيت الله، بريء من عند بيت الله، بريء من عند العباس، هو والشيخ عبد المهدي، هو والسيد احمد الصافي، بريء من عندكم الاسلام والدين كله. فيا اخويا يا عمر انا ناشدكم، اريد علاج ابني من اسف. نعم. ايش قد يكلف العلاج مال ابنك؟ ابنك علاج له عمليه. ابني سويت التسع عمليات ب 13 مليون دينار، التسع عمليات سويتها. نعم. ما ساعدوني ولا دينار واحد ولا ربع دينار، وهسه حاليا هذا بالبيت ينزف على 370 ألف دينار إبرة ب 370 ألف دينار تقطع النزيف من رأس. ما أمثلك. إيش قد عمره ابنك؟ عمره 5 سنوات إلا شهر. أنت قبل مدة اتصلت وأعتقد هم أتذكر في وقتها واحد من الفلوجة اتصل وقال أريد رقمك خابرك. عبد الستار الفلوجي ودالي لبسين. عبد الستار الفلوجي ودالي لا الفلوجة، خلي تسمعون الشيعة الكربلة. نعم. اللي هسه ناصرين كل واحد 30 جدر. اي خابرك وحول لك الفلوس. حول لي فلوس الكربلة واستلمتهم ورحت سويت بهن عملية. جزاء الله خير. نعم. زين من اهل الفلوجة والرجل هو حلف لي بالقران قال انا مهجر وما عندي ولاني من علاج ابني راح ادزن لك. خلي تسمعون. نعم. اللي كل واحد ناصر له شادر 40 متر و 60 متر 70 جدر، خلي يسمعون. انا هاي كربلاء من اهل طويري جاي اجدد علاج دفني بين. نعم. العتبه وبين اللي مستوحدين بين العتبه وبين كلهم حراميه، ثلاث ارباعهم حراميه ويحصل باسم الدين وباسم الحسين وباسم. وين الاخلاق؟ وين الدين؟ وين الانسانيه؟ خلي يطلع لي واحد يقول انا عندي اخلاق. زين انت صادق من رحت على هذا الشيخ قلت شو اسمه؟ محمد العربي؟ سيد محمد العربي. نعم سيد محمد العربي. من رحت عليه انت طلبت منه فلوس لو قلت له اريد اعالج ابني؟ قلت له اريد اعالج ابني. تمام. اكو اختصاص بالمستشفى التابعه لهم ممكن يتعالج ابنك بيها بهالمستشفى؟ استاذي عمر العمليه. نعم. برا بالمدني مليونين ب 3 ملايين دينار. نعم. المستشفى يودونا عليه العمليه مالتهم ب 7 ملايين دينار. يعني مضاعف في 2، يعني العمليه في 2 يضربونها. يا بتقول لي ليش؟ يقول لك والله انا عندي كادر من خارج العراق، انا جايب سوريين وجايب تركمان وجايب هندي زين. هذا الهندي تحسبه من ضلعي يعني اللي ما املك دينار واحد. نعم. العتبه استوحدوا على 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 مشاريع كربلاء كلها، من منشآت، من معامل، من مصانع، من 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 اي فقره تهز قص المواطن كربلاء استوحدوا عليها العتبه وخلونا احنا كاتلنا جوع وخلونا كاتلنا ضيم وندبي. نعم. ومع العلم الميزانيه كربلاء ميزانيتين، ميزانيه كربلاء ميزانيتين. تفضل احنا عندنا طريق، احنا منطقه تقريبا ما يقارب 10,000 نفر. والله ما دفعوا علينا 1000 دينار. نعم. 1000 دينار ما دفعوا علينا لا من ميزانيه من 2003 لحد الان. نمشي على طريق ترابي كله طين وكله تراب. ان شاء الله يسمعوك الخيرين وما يقصرون وياك، وان شاء الله يا رب يشافي ابنك. انا ناشد الخيرين من خلال البركم. نعم. هذا يوفروا لي علاج لان ابني راح يموت. نعم. اريد من عندكم. زين شنو نوعية الأبرة اللي ياخذها ابنك؟ والله ما اعرف، هاي الوصفة مكتوبة بالانجليزي ما اعرفها. نعم. زين ممكن تدز لنا مثلا صورتها على الواتساب؟ ما عندي والله، ما عندي صورته وخلص رصيدها. حتى لو بس اسمها؟
إذا من تدبر عندك أو الكشفية دزلناها على الواتساب. صادق كان معنا من كربلاء، معنا أبو زكريا من كركوك. تفضل أبو زكريا. أبو زكريا تسمعني؟ أبو زكريا يبدو أننا فقدنا اتصال مع أبو زكريا من كركوك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ام مروان من صلاح الدين. تفضلي ام مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي ابني مفقود صار له 2 سنه في الشهر. نعم. راحوا الدوره تطويع هو ولد عم واربعه. وراحوا معاهم من السحل الايسر، احنا من السحل الايمن الشرقاط. نعم. راحوا معاهم تقريبا من راحوا دورتهم 15 يوم، ومن راحوا ما رجعوا، ما نعرف هسه هم وين. نعم، ايش قد عمره ابنك؟ ابني مواليده 94. 94. نعم. انا وكلت محامي، محامي اتخذ مني فلوسي بيناهل بي، صار لي 2 سنين موكله هذا المحامي، يقول لي موجود وما جاب لي اي نتيجه من اي شيء. نعم. ما عرفت من ما اللي اخذه جيش شرطه؟ حشيد ما عارف من هالأخذ، ما نعرف. هم مشوا بدورة وين مفرقة الشرقاط، قالوا عند مفرقة الشرقاط واختفوا، وقا ناس تقول سيارات حولت من منشآت لمنشآت، وما لحد الآن احنا ما نعرف انهم كل شيء. ولدنا ابني ولد عمه 4 ومن الساحل الأيسر تقريبا 40 واحد. نعم. زين هو يعني من طلع وحده راح للشغل شلون؟ لا هو كان يسجل بحشد العشائري. هو كان بالحشد العشائري. بحشد العشائري. تمام. جاهم تطويع جاهم كتاب انه يريدون تطويع، يعني كان واحد يروح على هذا. نعم. على الحشد. تمام. تطوع هو ولد عمه، طلعت اسمائهم راحوا. نعم. من راحوا لحد الان احنا ما نعرف عنهم كل شيء. لا مروان ولا ولد عمه. لا هو معا، مو مروان. نعم. مروان الكبير هو معا. الله يحفظه. معا. نعم. واحمد وفراس ورعد وسفيان. دزينا البارحه صوره المعا، بس نسينا ما كتبنا اسمه رساله لكم. نعم. زين يعني ما عرفتوا اي خبر من اللي اعتقلهم؟ ما نعرف هي شلون عندهم خطه، وما نعرف وين راحوا، نسال ما حد ينطيني الصحيح. انا لي 4 مرات اروح على بغداد، مره رحت على مطار المثني، قالوا لي اذا موجود احنا نخابرك، ما خابروني. ورحت وكلت محامي، المحامي يقول لي موجود. ليش يا يقول لك لو جيب لي شيء يعني مستنتجات انه جعت تمشي شغل كذي، يقول له شغلته صعبه، يعني شلون تكون مبلغ عليهم مبلغ سري. نعم. ما اعرف انباعوا انخطوا، ما اعرف يعني شغلتهم غامضه. الله يعينك والله، نسى الله. والله هم يعني شلون تكون خبر ثاني، وهو تزوج يعني حتى انا حرمته جابت ورا ما راح. نعم. لا حول ولا قوة الا بالله. والحمد لله، بلكي احنا الناس بلكي شخص المفقودين يعني. نعم.
الاسم الثلاثي الرباعي بلكي احد يسمعنا من الخيرين يعرف شيء عنه. نعم إيه؟ نعم صالح معن صالح مرعي. نعم صالح مرعي حسن اليوم. شنو لقبه؟ اللي هي بي اللي هي بي. بلكي احد من الخيرين يسمع اسمه يشتغل بسجين ضابط جندي ويقول لك موجود ان شاء الله. الله يعينك. الله يعينك خاله ام مروان. الله يعينك. انا اشكرك. عندك شيء بعد تضيفينه ام مروان؟ لا والله بس هذه عن شغله ولدنا هاي. نسال الله ان يفرج عنا وعن جميع الابرياء والمفقودين. انا اشكرك ام مروان من صلاح الدين كانت معنا. نرجع إلى موضوعنا. والله مآسي في مآسي. يقول اليوم النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري يقول بأن أغلب القوانين اللي شرعت من قبل مجلس النواب في الدورة الحالية والدورات السابقة لم تنفذ من قبل الحكومة، وأضاف بأن الكثير في القوانين التي شرعت في الدورة الحالية والدورات السابقة لمجلس النواب يتم التعامل معها بإزدواجية من جانب بعض الوزارات لأسباب سياسية، وأضاف بأن الوزارات متلكئة في عملها بسبب الإزدواجية الحاصلة في إقرار القوانين التي أدت إلى نزاع بين الوزارات ومجالس المحافظات. معنا اتصال أم عمار من الموصل. تفضل يا أم عمار. مرحبا اخوي. مرحبتين، اهلا وسهلا بيك، تفضلي. نابا نحن فقدنا ابننا الحسد ما اخذته من سل ام الجرابيع. نعم. شو وقت اخذوه؟ هادي ماخذين 29/3/2017. بال 2017، نعم. ايه. من هذاك اليوم ما نعرف عنه كل شيء. زين هو كان بداخل الموصل لو وياكم كنتوا طالعين برا الموصل؟ بالمخيم والله. ها بالمخيم وجو اخذوه. اي والله. من الجهه من هذاك اليوم ايه تعرفون يا فصيل اخذه؟ ايه فصيل هذا علي اكبر. نعم. بس نصي التلفزيون الله يخليكم عمار. أم عمار نصي التلفزيون للأخير. فصيل العلي كتاب العلي أكبر. نعم نعم. ومن هذاك اليوم ما نعرف عنه كل شيء. رحتي على السجون؟ رحتي عليهم؟ اشتكيتي؟ على بغداد دقيت سفعة حاسبة ما نعرف كشي عنه. هم ماخذين الكتائب الحزب كتائب علي أكبر من المخيم أم الجرابيع. نعم. ما وكلتي محامي؟ لا والله ما عدنا. لا حول ولا قوة. تمدني أقول لك تمدني. زين من إجوا للمخيم اعتقلوه واحد لو أحد وياه؟ لا والله كثيرين ويانا حوالي 28 واحد. ها أكثر من واحد. شو اسمه الرباعي أم عمار ابنك؟ ياسر محمد سعيد خلف. عيدي بالله على كيفك؟ ياسر اي محمد سعيد اسم المركبات محمد سعيد خلاص يوسف. نعم. بلكي احد يسمع ويقول موجود. الله يعينك. الله يعينك والله يفرج عنا يا رب وعن كل بريء. مواليد 1995. مواليد 95. نعم. انتوا من نفس الموصل؟ من يا منطقه بالموصل؟ لا والله نحن من ناحيه تابع للموصل. نعم. يا ناحيه عياضيه. نعم.
الله يعينك الله يعينك. عندك شيء بعد تضيفينه ام عمار؟ والله غير سلامتك اخويا، بس هذه اريد يعني منكم عصلي بالاحمر دزينه، ما حد يمطينا الخبر منه، يعني اريدك يعني هو نعم نريد من قناتكم هذه الخيري، قناه الخيري ان شاء الله نسمع عنكم الاخبار الزين. امين يا رب العالمين، ان شاء الله يا رب يفرج عن كل بريء. الله يعينك والله كل مغيب ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. امين امين. انا اشكرك ام عمار من الموصل كانت معنا. معنا اتصال من بغداد، ناصر من بغداد، تفضل ناصر. الموضوع استاذ شوي الموضوع ما شوي التلفزيون ما يهمه والله. تفضل. الموضوع استاذ ما عرفت والله الموضوع، احنا موضوعنا الاساسي اليوم حكومة عادل عبد المهدي راح تكمل عامها الاول، فانت كمواطن نعم. عراقي شو شوف ايش قدمت حكومة عادل عبد المهدي؟ والله استاذ حتى للامانة انه الرجل خلال هاي الفترة هو رجل هادئ، لكن تقديم خدمات بطيء بطيء، لان هو مثقل بمن؟ بالاحزاب اليمة. يعني الرجل مذبول عنده حرية الاختيار ولا حرية له. نعم. فالرجل هو قدم ما عنده، يعني بنظري شنو قدم اشياء، القدمة الهدوء، مرينا بمرحلة هدوء. نعم. بس الهدوء، اما مرحلة الانجاز لا والله ما في انجاز الرجل. لان قلت لك انا هو مثقل، مثقل بيش؟ مثقل بالاحزاب اليمة، عنده مضادين. فانا كمواطن مو اقول لك راضي عليه، وانما مقتنع بادائه، لان اعرف الهم العلي. الرجل عليه هم كبير، انا ببغداد استاذ، واعرف انه الرجل ما يقدر، مقيد، مو تقول عنده حرية. رئيس حكومه شنو ما يقدر؟ رئيس حكومه اعلى سلطه تنفيذيه بالبلد، يعني هذا المنصب غير بلد، كل شيء يقدر. الصلاحيات بيده، قانونيه ودستوريه، وهو القائد العام للقوات المسلحه. والله والله استاذ انا ببغداد نعم. واعرف شلون علي هم الرجل، لو ينطوه صلاحيه مطلقه يعني بالعقاب هذا اللي يؤدي النتيجه، انا مدافع عن علي. يعني تقصد الكتل السياسيه ما تخليه يشتغل؟ احسنت احسنت، يعني حسن التعبير عندك هو فلحني والله. زين زين الكتل السياسيه صار. زين ليش ما يطلع قدام الناس ويقول لهم يابا ترى اني الكتل السياسيه ما دعت تخليني تشتغل، واني ما اقدر لهاي الشغله. استاذ يراد له وضوح اكثر حتى الشعب العراقي يقتنع، يعني يقول يابا يا شعب ترى علي ضغوط، والا الرجل انا بنظري اهدأ واحد هو اجانب، اهدأ شخص اجانب. اما من ناحيه الانجاز لا والله انجاز بطيء، انا ما راضي على الانجاز. نعم. اما من ناحيه الهدوء هو هدوء استاذ، رجل هادئ ويحاول انه يصلح الامور بدون سفح دماء. مو استاذ انا ما اعرف انه انا كلبي، لكن المنجز عنده ضعيف، المنجز عنده كل ضعيف. نعم. منجز عنده ضعيف. انت موظف بالدوله ناصر؟ موظف بالدوله مثلا مقرب؟ لا انا 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 حتى بلا راتب. انت استاذ انا حتى بلا راتب. وأزيدك عندي خبر استاذ حتى الشعب العراقي يطلع عليه. الشعب اريده يطلع على الحاله اللي تصير بالعراق. قبل ايام احد الاشخاص استلف مني 7.5 ملايين اسمعني شلون بالله عيد لي اياها؟ اخذ مني 7.5 ملايين احد الاشخاص. يوم 24 احد الاشخاص اخذ مني 7.5 ملايين يوم 24 يوم 24 7. من قمت عليه دعوه القاضي اللي اللي هو يتواجد بمدينه الحريه غلق الدعوه استاذ، والقضيه بمركز شرطه العدل. ما اعرف ما اعرف استاذ، خلي الشعب العراقي يطلع على القضايا اللي يسوي فينا. غلق القضيه 7.5 ملايين غلقها حتى ما دز عليه للتحقيق. بعدين المشكله شنو خاف هذا مسنود هذا اللي اخذ منك 7 ملايين؟ ما لا حتى ما يخالف، هددني هو. اشتكيت ويا رحت لوزارة الداخلية يوم الأحد ذاك للسيد وزير الداخلية الجديد، وإذا يفاجئني السيد وزير الداخلية هم غالق المواجهات وهم ما يتقبل المواطنين. خلي يسمع السيد وزير الداخلية، رحت أقدم له طلب، بلغوني الحرس ماله المكتب الخاص
قالوا ترى ممنوع تقدم طلب وما يواجهه. فاذا كان وزير الداخليه السعدي يعني احنا مع الاسف يعني خلي تكون الصوره واضحه. نعم. انه احنا وين رايحين؟ احنا رايحين بنوم. زين انت القاضي لما تلاقي قضيه ما تفكر انه راح يصير قاتل ومقتول. القاضي اسمه استاذ فائق بمحكمه الحريه موجود معروف. الرجل غلق القضيه وهي يمرأة كرار اللي بحي العدل. والله الكريم استاذ انا اريد الشعب يطلع على الامور لان القضاء لما يغلق قضيه 7 ملايين ونص ما يفكر راح يصير دم. زين انت السيد وزير الداخليه من غالق المواجهات والمقابلات شو تريد من المواطن؟ شلون يتعاون وياه؟ شلون يقدم لك معلومه اذا كان المواطن عنده معلومه؟ بالتاكيد انه المواطن يكون في حالك يا استاذ. فمع الاسف انا ولو خرجت عن الموضوع استاذ لكن خلت صور واضحه للشعب العراقي انه احنا وين الدوامه؟ دوامه. ومع الاسف على السيد وزير الداخليه اللي تعين جديد. نعم. أنا أشكرك. أشكرك ناصر من بغداد كان معنا. معنا اتصال رحيم من إيران. تفضل رحيم. رحيم. رحيم تسمعني؟ ماشي ما يسمعني. أم نشوان من الموصل. تفضلي أم نشوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. يا الله يحفظك. الله يسلمك. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمعش نصي للتلفزيون للأخير وسولفي على راحتك. نصي للأخير. نعم نعم أخويا. للأخير. نعم. تمام. إيه. تفضلي. تفضلي يا أم نشوى. هل تسمعني؟ أسمعش تفضلي. إيه. تفضل. نعم. عندي ابني هالواحد. نعم. وابني رياض عداء بطل مال العراق ومال التل عرب. بطل العراق بشنو؟ بطل عداء رياضي عداء. نعم عداء تمام. ايه عداء رياضي نادي جيش العاب ونادي الشرطه ببغداد. نعم. ايه جاء من لبنان وراد يجي للموصل. فاذا احنا بسنه 2015 احنا خاف عليها الواحد عندي. ابوه قال له ابقى اني راح اجي اخذك ارجعك للموصل. نعم. ايه ابوه جابوا لي يمسيطر بين المسيب وبين كربلاء. نعم. طلعوا عليهم جماعه ملثمين كلهم يعني ما ينعرف شكلهم. نعم. اخذوا ابني واخذوا السياره مالتنا واخذوا فلوسه يعني والمستمسكات كلها مالته. نعم. وعافوا ابوه. هاي بيا سنه؟ سنه 2015/6/2015. نعم. ولي حد يسلم ما خليت مكان ما افتريت عليه ما اكو. زين زوجك من ذول الملثمين ما قال ايش لابسين؟ ايه؟ مبين عليهم يعني شنو ذولا؟ لابسين ملقطين مرقب. ملقطين سيارتهم من هاي العذاري. وهاي صار ان 5 سنوات ما خليت مكان عليه وهالواحد عندي ما عندي غير بس الله وهو. لا حول ولا قوة الا بالله. الو اسمعك اسمعك من شلون اسمعك. اي والله اخوي متزوج عنده 4 اطفال. لا اله الا الله. يعني حتى قبل اسبوع ابوه راح على على النجف دور عليه حتى بالطب العدلي. نعم. ولي حد هاي الساعه ما نعرف اي نتيجه عنه. انا لله وانا اليه راجعون. تعرف اني قلبي مشعول اني ام والله هاي 5 سنين متت عليه ما خليت مكاني وما لقيته. والله الله يعينك الله يعينك. بلكت ان شاء الله بجاهكم احد يسمع صوتي. بلك يعني بس يلقولي هو. بلك يا الله الخيرين. اسمه الكامل اسمه الكامل. اسمه نشوان. نعم. نشوان زكي ابراهيم سعيد. عيدي مره ثانيه نشوان. نشوان. نعم. زكي. نعم. إبراهيم سعيد الصميدعي.
نعم، نسأل الله أن يفرج عن جميع الأبرياء. الله يعينك ويعين جميع الأمهات، والله مأساة مأساة. الله يرضى عنك، أنت تعرف حال الأم شلون يصير. أي والله، الله يعينك، الله يعينك. أي والله، هل واحد ما عندي غيره، الله مبدالك. الله يعينك، نسأل الله أن يفرج عن جميع المغيبين والمفقودين. إن شاء الله إن شاء. آمين. أنا أشكرك. أفيد اسمي أخويا؟ شلون؟ أعطيك اسمي؟ لا ما يحتاج هذا الاسم. بلكي احد يسمع على شوان زكي ابراهيم سعيد الصميدعي، بلكي موجود بالسجن. والله الله يرضى عنك اخوي. امين 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 يا رب العالمين. الله يوفقكم ابوي. اني اشكرك ام نشوان من الموصل، كانت معنا. معنا اتصال ابو محمد من الموصل، تفضل ابو محمد. ابو محمد تفضل. اني ام محمد. ام محمد العفو، تفضل يا ام محمد. شلونك يوم؟ اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك، تفضلي. دقيقه راح يخلص البرنامج. الله تفضلي. والله يا بل احنا شو سوى هو هذا؟ هو سوى كل شيء ما سوى. والله اقول لك ابني اني اخذه، احنا مهجرين من صلاح الدين. نعم. اخذه وابني ورا سنه تقريبا، يلا لقيناه محكوم. طب احنا من السيطره اخذوه ابني، انا من السيطره اخذوا ابني وهسه محكوم بالناصريه حاله حال الضيم مسجون ومريض كلى وحده ودواء ماكو. وتعال على حالي اني النوبه، رجع على حالي اني مريه عمري فوق 60 سنه، جامع قعدني وجامع يوديني دا اوديني للمواجهه كل 3 شهور. اني هذولا يا ولادي ما يخافون الله، ما يقرون قرآن، ما يقول ما تمين الجيب. لا يخلونا نرجع لبيوتنا يوم أمار. لا يخلونا نروح لبيوتنا نقعد وما نطي أجار وما نطي كروة وما نطي وناكل خبز وبصل. حتى لما ولادي فلوس أروح عليه، والله يا بجامعي قعدني وجامعي وقومني، هاي الجمعة أطلع بكت أنا من الجبس لتودي لبني. وعيشتنا يا با، والله يا عمري وينك وين ربي؟ وينك انت؟ بكت الناشد العفو العام يطلعوا، ما يطلعوا، يروح عيد ويجي عيد. الله يعينك ام محمد. والله معاناة. الله يعينك. الله يعينك. انا اشكرك ام محمد والله، واعتذر منك جدا لان انتهى وقت البرنامج. ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون على هاي المصايب اللي دنسمعها. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.